السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاب عدنان يعني كان مختص يعني في أغنية الرأي العاطفية ومواضيع اجتماعية. كانت بداية في يعني في قبل 20 سنة في الصغر، وتم يعني كانت واحد القطاع طويلة وتم العودة مؤخرا. مون أمور أغنية ديال أسطورة الراي الشاب نصرو الملك الأغنية العاطفية والغنية التعريف. هي مون أمور الفكرة كانت يعني كان صافي لونطون. مون أمور عندها قصة خاصة عندي. هي كانت يعني في كنت عرفت بالصدفة خلال واحد الحوار ديال المناجر ديال الشاب حسني الله يرحمه، أنك الله يرحمه الشاب حسني كانت أحب أغنية إليه هي مون أمور ديال نصرو. كان ديما كيسمع ديما كان ديما كيطلب من صاحبه ونصر يغني عليه. والموضوع ديال يعني ديال الموت يعني الموت الخداعة الى اخره، حبيت نعاودها عز عليا. قمنا يعني بتوزيع جديد وب يعني واحد نوفيل فيرسيون دينا، والحمد لله لقات قبول والحمد لله نجحت. اجيك صراحه انا يعني كنحاول يعني انا كنني ننتمي يعني المدرسة ديال الشاب نصرو الشاب حسني يعني الراي العاطفي سنتيمونتال، وبالخصوص الشاب نصرو يعني اللي كنعتبرو يعني رقم واحد في الراي بصفة عامة. اش نقول لك بصراحة انا تنقول ملك الراي سابقا كان الشاب حسني، حاليا الشاب نصرو. أنا وجهك صراحة يعني ملي كان الشاب حسني رحمه، ملي كان باقي عايش رحمه الله في هذا النهار هذا، ما كانش عنده منافسة إلا مشاب نصرو فقط. يعني كانت شعبية كبيرة، كان يعني كان عنده واحد المبيعات بالملايين، يعني كيخرج كاسيطة كيبيع من الناس 7 مليون كوبي، يعني كانت حاجة خيالية، ما كانش يعني كرقم واحد. وباقي الآن شاب حسني يعني شي حاجه كبيره في الراي. المغرب شنو نقول، المغرب ما كاينش ملك الراي، ولكن كاين انا كنعتبر ان في المغرب اللي ادى الراي اللي خلى البصمه ديالو. انا حليت عينيا لقيت محمد راي رزقي، شاب رزقي. كنحيي بهذا المنبر حفظه الله اللي اعتزل الغناء، وكان نأكد بأن المنبر من الشاب رزقي كان صدر واحد النشيد اللي هو استغفر الله في القناة ديالو. باقي عنده قدرات صوتية هائلة شاب رزقي، حاليا عنده إصدار ديالو. وفي رقم واحد في المغرب في الراي محمد راي خويا، هو اللي كان حنا كبرنا عليه في صغر ديالنا. مونا مورا أخي التوزيع صيبوا لنا الأخ جاد، يعني كان حيو من المنبر. التوزيع ديالو كان يعني كان عاود التوزيع بصفه يعني بطريقه جديده. هو ماشي مغربي، هو يعني الجيريان، وعندي اصدقاء بزاف يعني في الجيري. كنحييهم بالمبار، تحيه لكاع الناس اللي فان وزامي في الجيري، ومنهم يعني تا واحد يعني السهر ديالي عندي الجيريان نسيبي، كنحييه بالمبار. بالنسبه لمون امور تم توزيع جديد، بغينا نعطيها واحد لمسة جديدة. يعني مون أمور تغنات في 1991 شاب نصرو. شاب نصرو أداها
بواحد بيان سور ماكش دير بحال نصرو. نصرو كيبقى اسطوره, كيبقى واحد يعني عملاق يعني ديال الراي الفن بصفه عامه. حنا حاولنا واحد لمسه جديده نعطيوها عليها ونحيوها من جديد, واخا هي باقا حيه اغنيه. مي نقدر نقول لك بان مونامور قريبه للناس, يعني اي واحد مات ليه بوا, مات ليه مو, مات ليه مراتو وصاحبته الى اخره, تيني ولدو مونامور, يعني واحد السوجي زوين, يعني الموت الخداع خلاتني نسى خلاتني لوحدي, فوالا هذا هو اللي كاين. اش نقول لك, مع الاسف قليل بصح الاغلبيه دابا تتابع الموجه ديال واي واي, يعني يعني انا كنمم مع احترامي للناس اللي كيديروا تسمى الاغنيه, ولكن بكل صراحه يعني اغنيه الراي الاصيله النظيفه النقيه ديال بارون نقيين, يعني قليل بزاف بصراحه. لان حاليا كنشوفوا الاغلبيه ولا كيبازي على يعني لي كليب يكونوا يعني اتشيرين يتارا, فوالا جيب البنات ولي وبعض الكليبات اللي كنشوفوا يعني 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 المشروبات الى اخره, يعني ما بقاش هذاك يعني الكاليتي عندك الصوت لانستريمون مزيانه ما بقاتش, ولا الامور اللي جانبيه ماشي ولا عكس. شوفوا مثلا في باسي الشاب خال ولا مامي ولا نصر ولا حسني كانت الكاليتي, كان الصوت, كان الاداء الى اخره. هذا هو اللي كاين الواي واي, هذا كيدل على انه ما كاينش واحد الثقافه فنيه. يعني دابا حاليا يعني ما بقاش واحد يعني مستمع ولا متبع اللي هو يعني عنده واحد الوعي فني, واحد الثقافه فيه, واحد الرؤيه كما كنسميوها, واحد الرؤيه فنيه, ولا بعد باغي غير يشطح وصافي فهمتيني. ما بقاش كما بكري كان يعني كان لو تيكست فهمتيني, كتسمع لو تيكست مي اغنيه صافي دير ميساج جي ميساج مثلا على انا الوالدين على انا لا سيباراسيون على الدراري على اني الى اخره, كان ميساج فهمتين. دابا لا, دابا ولات غير ني واي واي بحال نقول لك ضرب البندير وصافي وغني وصافي راه غاده مزيانه. ولكن انا كنحاول اغنيه ديالي تكون اولا كنبازي على الموسيقى, يعني يكون يعني العزف الموسيقى ديالي يعني تكون كاليتي, هذه يعني الاولى تكون تكون يسمع انه يحس بانه كاين كاليتي. بالنسبه لي انا كنحاول يكون غالب ضروري يكون غالب الاحساس, يعني يكون تغني الاحساس باش توصل الميساج. وبالنسبه للصوت والقدرات الصوتيه ف يعني هذه يعني الجمهور هو اللي غادي يحكم النقطه هذه. الموت الخداع خلتني نسعى خلتني لوحدي, راني كي الشمعة والريح دماعة بايتة تقدي. مونامور اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد, وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.